ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث، طلاب أكاديمية زدني علما. درس اليوم هو تمثيل البيان. في الدرس السابق أخذنا تمثيل البيانات، ولكن عملناهم بجدول عن طريق الإشارات، وحكينا إنه كل رمز للإشارة برمز لعدد. مثلا لو أنا حطيت إنه بدي 1 2 3 4 حسب عدد الشاطات 5، بنسكر هي 5. لو حكيت أنا مثلا في عندي عدد الناس اللي فضلوا شيء معين مثلا 3، بحكي شحطة شحطتين 3 عدد الشحطات، ولكن كل 5 لازم أسكرها بمجموعة. اليوم نتعلم إشي جديد، نفس الجدول اللي إحنا تعلمناه، ولكن بطريقة مختلفة، اللي هي عن طريق الرسم. عن طريق الرسم، بحيث اني انا ارسم رسمة، وهاي الرسمة بتدل على العدد. مثلا في عنا هون، نشوف المثال، في عنا تاجر بده يبيع اجهزة نقالة للزبائن، فبنشوف مبيعاته خلال ايام الاسبوع. باع يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس. يوم الثلاثاء باع هذا الشكل. طب شو يعني هذا الشكل؟ هذا الشكل يدل انه باع، بدأ انه باع جهاز، جهازين، ثلاثة، اربع اجهزة. بيوم الثلاثاء باع 4 أجهزة. بنكمل هذا الشكل، شو يعني؟ نص، يعني 4 5 6 أجهزة باع. إذا كم باع، كم جهاز باع صفه؟ 6 أجهزة. هون نشوف كم جهاز باع. كل الجزء هذا كامل بدل على 4، النص بدل على 2، وهذا بدل على 1. نشوف كم جهاز يوم الأربعاء باع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا كم جهاز باع؟ 9 أجهزة. الخميس هي 4 و4 8 و4 12، هاي نقسمها من النص، 12 13 14. إذا كم جهاز باع عنا؟ باع 14 جهاز. بعيد يا تالت، إنه إحنا عنا الشكل الدائري كامل بدل على ماذا؟ بدل على 4، بحيث إنه كل جزء متاخذ جهاز. 1 2 3 4 أجزاء. هاي لما نقسمها للنص ماخذ جهازين. هاي لما نشوف قطعة صغيرة منها يعني جزء واحد، بحيث إنه أنا لما أجمع هدول الأقسام بمثلوا لي عدد الأجهزة المبيعة. تمام يا ثالث؟ تعال نشوف الأسئلة اللي هون عندنا. مبيعات يوم الثلاثاء شو كانت؟ مثلث بصورة ونصف، اللي هي ثلاثاء كاملة ونصه، يعني 4 أجهزة زي ما وضحنا هون. 4 + 2 كم بيساوي عنا؟ نفس الكتاب، 6. نفس الشيء يوم الثلاثاء. الثلاثاء كم كان في عنا؟ كان في عنا دائرتين كاملات وإيش؟ ربع واحدة. يعني كان عنا أول إشي عنا هون 4 + 4 + 1 كم بيساوي عنا؟ 9 أجهزة، وهي بالكتاب عنا 9 أجهزة. أجهزة الخميس كم جهاز كان عندنا الخميس؟ كان عندنا هي 4 + 4 + 4 + 2 كم بيساوي عندنا؟ اللي هم 14. الأجهزة اللي باعت خلال الأيام الثلاث شو بدي أجي أجمع؟ باجي بحكي 6 + 9 + 14 بيساوي 29 جهاز. توقع إنه جدا المثال بسيط وحله بسيط، فقط هي عن طريق العملية بالرسم، إنه كل جزء بدل على إنه أنا مثلا برسم دائرة بدل لي على 4 أجهزة، كل دائرة بدل على 4 أجهزة، نص الدائرة على جهازين، جزء واحد منها بدل لي على جهاز واحد.